مرحبا، كيفكم يا أطفال الحلوين؟ إن شاء الله إنكم تكونوا بخير. اليوم يا مثلا نتعرف على حرف جديد، هو حرف اللام. حرف اللام صوته ال، حرف اللام صوته ال. نشوف يا مس كلمات تبدأ بحرف اللام. لا لعبة، لا لوز، لا لبن، لا ليمون. لعبة، لوز، لبن، ليمون. هيك يا مس بتكون تعرفنا على حرف اللام، على كلمات حرف اللام. خلينا نشوف كيف طريقة كتابة حرف اللام. احنا يا مس بنعرف انه دائما بنكتب من نقطة البداية. نشوف كيف بنكتب حرف اللام. نحط القلم على نقطة البداية وبننزل تحت السطر وبنعمل له بطن بيشبه عصاية الشمسية. شايفين يا مس؟ بيشبه عصاية الشمسية. نكتب اللام بأول الكلمة. لام مادة إيدها، ال مادة إيدها. إذا كتبنا يمس اللام بداية الكلمة ولام بآخر الكلمة. نشوف حرف اللام مع الحركات. ال فتحة، لا ال ضمة، لو ال كسرة، لي. صار عندنا لا لو لي. طبعا الحركة مس خطفناها بسرعة. هلا منشوف اللام، حرف اللام مع حروف المد. طبعا كلياتنا بنتذكر حروف المد أ أو إي. خلينا نشوف حرف اللام مع حروف المد. بنحكي ال مادة إيدها، طبعا بدها تاخد حرف الا، بصير ال آ لا. عنا ال مادة ايدها بدها تاخد حرف الاو، بصير عنا ال او لو. عنا كمان حرف ال مادة ايده بده ياخد حرف الاي، بصير ال اي لي. صار عنا لا لو لي. وهيك يا مس نكون تعرفنا اليوم على حرف اللام وعلى صوت حرف اللام وعلى كلماته مع الحركات مع حروف المد. ويلا يا حلوين نكتبه مع ماما في البيت. وشكرا لكم يا حلوين.